السلام عليكم، اهلا بكم. مشكلة التصريف المستمر للغسالة نص اوتوماتيك، طبعا بيكون في غسيل ومية، هنا المية بتنقص باستمرار، ودي مشكلة كتير بتحصل مع الغسالات النص اوتوماتيك، وحلها بسيط جدا ومن غير عدة او اي حاجة. طبعا اول حاجة هنعملها هنفك الوش ده بايدينا كده، تشال معانا بسهولة. بعدين نشيل الجزء التاني منه، نجرب زرار التشغيل ده، تنزل وتطلع معانا، تنزل وتطلع معانا، يعني الحبل اللي هو ده او الواير ده اللي بيشدها مش مقطوع، ده مهم جدا، ممكن يكون مقطوع او سايب، ممكن يسبب المشكلة دي، بس في الاغلب يعني بيكون مقفولة. اول حاجة بنعملها نشيل الحبل ده كده، تمام، وبنلاقي سوستة معانا هنا، دي السوستة. طبعا اوقات تكون باظت او ضعفت او اتقطعت او مش راكبه في مكانها، فده سبب من الاسباب. طبعا بنغيرها بواحده تانية اقوى، والسوسته دي لازمتها ان انت لما ترفع ده الخاص بالتصريف، لان الميه بتنزل هنا، بتنزل في فتحه التصريف دي، لما بترفعها ممكن ما تنزلش تاني، السوسته دي بتخليها السبب ان هي تنزل تاني، تمام. ادي تاني سبب بعد ما شفنا الوصله دي والسلك. تالت سبب والاخير معانا اللي هو الاورسيه، هنشوفه دلوقتي، بس لازم نفك هنا نطلع دي كده، طلعت معانا دي فتحة التصريف يا جماعة، نتأكد ان مفيش اي حاجة شابكة فيها، ممكن تكون عملة معدنية محطوطة، فبيجي الأورسيه ده راكب فيها فما بينزلش للاخر، يعني السوسته بتضغطه لتحت ما بينزلش للاخر. ليه؟ لان عمله معدنيه او اي حاجه تكون عامله عليها فبتسرب الميه وتخليها تنزل باستمرار. طبعا ده اول سي، ده شكله هو جديد، وده الشكل القديم، طبعا ممكن يتقطع او يبقى ناشف ايسر يسبب تسريب. ده جديد شغال طاري معانا، ما فيهوش اي قطع، ما فيهوش اي حاجه، كويس. حاجه مهمه بقى التركيب، اتاكدنا ما فيش اي عائق هنا علشان الورسي دوت او الكاوتشه دي تركب مظبوط فيه، تمام. اتأكدنا من الجوان او الأورسيه دوت او الكاوتشة، نبدأ نركبه بالطريقة الصح. لازم ناخد بالنا ان في فتحات هنا وفتحة زيها،
اللي دي بيركب فيها. وادي بعد ما ركبنا فتح ان هي تتحرك لفوق ولتحت بسهولة. بعد كده بنركب الستة، ده مكان ليها، في مكان تاني زيه. الحبل طبعا اهو، كده نشد بالحبل بترفع معانا، والسوستة بتساعدنا في النزول اهو. الحبل كده المية تتسرب او تنزل على الصرف كده تقفل. زي ما قلنا لو في اي حاجة عائق مش هتقدر تنزل كويس، ولو السوستة بايظة مش هتقدر تنزل كويس، ولو الجوان او القلسية دوت في حاجة هيسبب تسريب على طول. نبدأ ونركب دي كمان علشان نقفل. نبدأ الناحية دي والناحية دي بتقفل معانا. طبعا لو في فلتر هنا بيكون افضل. فكده ظبطنا كل حاجة، السوستة والقلسيه، وشوفنا لو في اي حاجة تحت مش هتسرب معانا تاني مية اثناء الغسيل، ولا هتهدر معانا مية، خصوصا المية بتنزل بالمسحوق فهنحتاج نحط مسحوق تاني باستمرار. فدي حل المشكلة وطريقة الفك والتركيب، مش محتاجة عدة، مش محتاجة اي حاجة، واسهل ما يمكن يعني. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.